وتتحاكم للقرآن، تعمل به وتتحاكم له، تتحاكم له هو والسنة. وده الآن نحن في أمس الحوجة إليه، لأنه الليلة في خلافات كثيرة واختلافات بين المسلمين أو بين من ينتسب إلى الإسلام. ناس تلقاهم اختلفوا ولكن أنا ما متفقين، ما لكون الله يقول لك الزول لا بيقول لنا الحجابات حرام، وين شايفيننا ما في أشياء حاجة من القرآن كيف تكون حرام؟ ما هو القرآن ده الله نزل لك ووراك، قال لك كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والقرآن ما نزله عشان نلبس حجابات. شكي بن مسعود قال التمائم لا تجوز ولو كانت من القرآن، وهكذا قال إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في مسند إمام أحمد وهو في السلسلة الصحيحة من رواية عقبة ابن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من علق تميمة فقد أشرك. أشرك، أشرك، وتميمة دي نكرة في اللغة العربية. وفي سياق الشرط من علق تميمة فقد أشرك، فقد أشرك، فقد أشرك. والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم، أي تميمة لو علقتها شفت حلاوة بتاعت حلاوة سيمة، لو علقتها قلت دي من العين تميمة تورطيت، لو علقت جزمة في العربية صغيرة قلت دي من العين تورطة، سلسل شعر علقت ورا في العربية، هي عربية دار لا شعر علق لها عربية. وقرون في البيت معلق لها قرون، يحيرون ذاته الله، الناس دي حيرونه جايبين قرون وبلاوي، والطفل يعلقوا له كمون، كل هذه تمام ما بجوز في الشريعة. اللي بيحفظ منه يا جماعة، وده القرآن بيقول لك كذي، مش ده اللي اختلفوا في الموضوع ده، واحد قال لك بيجوز وانت قلت له ما بيجوز، انتوا اختلفتوا اي والي ترجع للقرآن. وما اختلفتم فيه من شيء، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وما اختلفتم ولا فما اختلفتم، المهم هذه الآية بيّن الله تعالى فيها أن الرجوع إلى حكمه، وأن الحكم هو حكمه سبحانه وتعالى. لذلك ترجع إلى الكتاب وإلى السنة، فردوه إلى الله والرسول. في الآية الأخرى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. من تمشي المساجد تجي تلقى ورقة معلقة، أي مسجد فيه ورقة معلقة ده مع إنه فيه خير، في بعض الناس مساكين بيجوا بيصلوا فيهم خير، لكن ده فيه شر عظيم. المسجد ده أي مسجد تلقى فيه ورقة ده فيه شر، والله فيه شر، لأنهم بيعادوا دعوة الله تعالى. الورقة دي ما معلقينها لناس بتلتلة، انت قال معلقينها لبتلتلة ولا معلقينها لجماعة الإخوان المسلمين ناس باركوها يقول لك حلو ديلك، ما معلقين لهم ورقة، ولا معلقينها لجماعة التبليغ دول بيجوا الجامع مش بيسووا نصيحة بيتوا فيه وخاتين حلل ورا وهدوم وشنط وامور، الورقة دي معلقينا لمن؟ للسلف، للتوحيد، لدعاة التوحيد، صح ولا ما صح؟ انت ذاتك يعني تلكلكت ما جيت ما تكلمت في الموضوع، ما بعلقوا لك ورقة ولا بيسألوك، بدوك الميكروفون. تفضل يا مولانا كلامك ظريف، ما زي الجماعة ديلك انت. وديلك الظريفين، انت ما ظريف. والله تزوغ من التوحيد ولقى المسائل الخلافية، ما في اختلاف بين مؤمن ومؤمن في العقيدة، كيف يختلف المؤمنون في العقيدة وفي التوحيد؟
لكن ده اللي بخالفك ده إما جاهل بالدين وإما له عقيدة منحرفة سيئة. أقول لك يا أخي ما دارين كلام في الناس، نحن ما دارين كلام في التوحيد، ولا بيخجل ما دارين كلام في التوحيد، يقول لك ولا بيخجل والله يحيروك ذاته. توحيد ما دار فيه كلام كذا، نرجع القرآن نشوف القرآن قال شنو. لما نرجع للقرآن، نحن في الكلام في العمل بالقرآن والتحاكم إلى القرآن. أنت ما دار توحيد، أي الله دار توحيد، الله تعالى يريد منك التوحيد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الطاغوت لكن ديل بيابوا التوحيد، هم على قسمين، يا أصحاب عقيدة باطلة وهم الصوفية ومن اتبع منهجهم، يا إما أصحاب أغراض وناس بتاع اللملمة وناس بتاع اللخبتة وهم جماعة الإخوان المسلمين، وبرضو ما بخطوا الصوفية، ما بخطوا لأنه شيخ صوفي. حسن البنا انت قالوا شنو صوفي حصافي، والصوفية دي ده عظيم جل الإسلام. لما تقرأ القرآن ده، احنا بنتكلم عن القرآن، من تقرأ القرآن تلقى الناس دي ضد القرآن، مش بيحفظوه، يحفظوا لك، يحفظوك القرآن ويقروك له بالمدود وبالإدغام والإقلاب والإظهار والإخفاء وأحكام النون الساكنة والتنوين كله، وبتجويد وبصوت جميل، لكن هم ضده. يقرأ لك ومن أضل ممن يدعو من دون الله، يقرأ لك بتجويد ومن أضل ممن يدعو، شفت أجيبها لك كده والله بإدغام، ده يجيبها لك من دون الله بالإخفاء يجيبها، شفت مجابة يقول لها في الشدائد بتنادي منه، الله يقول لك بالنادي المكاشفي ولا البري ولا صايم ديمة ولا الكباشي ولا الركيني ولا التوم ودبانقة ولا كرفاس، تعرفوا كرفاس اسمه الهادي، يقول لك كرفاس ده قال لي في الجزيرة، ولا بشرة ولا حسن ودحسونة. وقريت الآية تبع تجويد، آية انت فاهمها، والله يقول لك ما الآية دي معناه الزول ما يدعو الأصنام، أصنام براون، الأصنام براء ولا أي شيء تدعو من دون الله. ومن أضل ممن يدعو من دون الله، ما قال ومن أضل ممن يدعو الأصنام فقط، قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله، الله دون الله، الله تاني أي شيء داخل في الآية، لأنه الله ودون الله، الكون فيه خالق وفيه شنو مخلوق. والآية قالت لك ما تدعو دون الخالق، معناه ما تدعو شنو المخلوق، صح ولا ما صح؟ ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. يدعو غير الله يا أخي. الله قال في القرآن سبحانه وتعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. أنا عندي يقين ما في شك، شفت أنا ذا شخصيا عندي يقين ما في شك إن الصوفية ديل ما بصدقوا القرآن، والله الذي لا إله غيره. أنتوا كلامنا ذا بتشوفوه حار، في ناس كلامنا ده بشوفوا حار وبشوفوا فيه مبالغة، وما فيه مبالغة ولا حار، بارد بارد براها كده. النازل القرآن ما بصدقه، لأنه التصديق ده شنو؟ تصديق ده دوك خبر صدقته، وصدقته بلسانك وبقلبك وبعملك. القرآن يقول لك ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك. صوفي بيقول شيخي بينفع ده مصدق، ولا يضرك
ولك شيخي بينفخ، ده مصدق كده يتاغني، ده مصدق ده ما مصدق يا أخي. فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، يقول لك لا ولا ظالم ولا شيء، والله أنا موحد يا أخي، ونحن موحدين يا أخي، يقول لك ونحن ناس بنحب الصالحين. انت بتحب الصالح ولا بتعبده من دون الله؟ انت بتحبه دي شنو؟ بتحبه يعني شنو؟ بتحب فلان مش حبيته؟ اي في الله ولا في دنيا؟ في الله. كويس كويس. طيب قال لك حبه ولا قال لك ولا قال لك ناديه؟ انت لما تقول يا شيخ فلان الحقنا، دي محبه ولا ده دعاء؟ ده دعاء، ده شرك بالله تعالى، وهذا كفر وردة وضلال، ضلال كما في سورة الأحقاف، كفر كما في سورة المؤمنين هو المؤمنون. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وردة كما في سورة الأنعام، قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله. أنت لا ترتد، أنت لا قلت لا إله إلا الله، يعني ما بعبد إلا الله، ما بيستحق العبادة إلا الله تعالى، ليه تاني تنادي الشيخ؟ والشيخ تلقى نايم نص الليل، عربية دارة تنقلب، يا الفكي الحقنا، والفكي يشخر يشخر، هذا يلحقك كيف يعني؟ تخش له في الحلمة ولا الزول لك كيف يلحق؟ ولا يكون بالنهار بيتغدى الفكي، بياكل في الكسرة بالشطة ولا بالعيش باللحم، وانت تنادي فيه يا خلق بتخليه ياكل الزول له، هو بيسمعك؟ ولا يكون مات الفكي، مات راقد في قبره جنبه منكر ونكير ونكير، من ربك؟ وده بقول لا الحقنا، ما دينك؟ وده بقول لا الحقنا، فاضي ليك ده؟ هذا اللي بقى مارك هو، انت هذول شغل تقديم جوبك، والله الذي لا اله غيره، زول يدعو غير الله تعالى، ده ضد القران، وهذا عدو لله، عرف او لم يعرف، جهل او لم يجهل، ام لم يجهل او لم يجهل. فلذلك الإنسان يرجع إلى القرآن، خاصة في العقيدة والتوحيد، لأن ابن القيم قال القرآن كله توحيد، القرآن كله توحيد، يا وراك الأسماء والصفات، يا رغبك في الله، يا أمرك بدعاء الله بعبادة الله، يا ذكر لك الأنبياء ذي بيدعوا للتوحيد، يا ذكر لك الجنة ده مكان الموحدين، يا ذكر لك النار مكان الناس الخالفوا التوحيد، يا 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 إلى آخره، ذكر لك الأحكام دي من لوازم التوحيد، وهكذا القرآن توحيد. زول بيدعو غير الله تعالى ده ضد القرآن، علم الناس قصايد في الليل الهادي بنادي سيادي جملة وفرادي، وماك يا خي ناديهم لي رجال الله اللي بيزيلوا البي، بيزيلوا البيك رجال الله ولا الله؟ رجال الله ولا الله سبحانه وتعالى؟ والله وبإصرار بناديهم بناديهم في كل قضية بناديهم، أهل السلسلة بناديهم، ديل أهل الله بناديهم، حيين ميتين بناديهم، هذا ده ما عدوا لي الله؟ ما زول عنيد؟ والله زول عنيد. شكر الرسول عليه الصلاة والسلام قال كما في البخاري ومسلم من رواية أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تبارك وتعالى لأهون أهل النار عذابا لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به؟ قال نعم، قال لقد سألتك ما هو أهون من هذا. والحديث ده خطير، كيف يقول الله تبارك وتعالى ليهون أهل النار عذابا، قال زول في النار، لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به؟ قال نعم،
قال لقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك به فأبيت إلا الشرك، إصرار وعناد، فأبيت إلا الشرك. شكاه رب العزة والجلال قال في سورة الواقعة: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون شنو؟ على الحنث العظيم. قال ابن عباس: أي الشرك بالله تعالى ده الحنث العظيم، نازل يصر على الشرك بالله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: ما هن؟ قال: الشرك والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم من رواية أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس قال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. الشرك ده أمر عظيم. والآن إذا رجعنا إلى القرآن ونظرنا إلى حال هؤلاء من المتصوفة إلا من رحم الله تعالى من الجهلة ممن إذا عرف عرف وإذا نبه انتبه فهذا قد يعذر، لكن هؤلاء الذين يدعون إلى الشرك والذين يعملون بالشرك، مرع يقول في ديوار رياض الجنة ونور الدجنة: إن ناب خطب في البلاد نزيل قل يا ولي الله إسماعيل. قال كان جات مصيبة في البلد نادي إسماعيل، إسماعيل قبة وقعت بركت تب القبة ذات الرب وقعت فيه راقته، فيلا الطوب وقع تل تل تل، وفي خور في خيرام في البلد ديك حاجة زي خور كذي، وهو القبة وقعت الرب أسي بصلحوا فيها تاني بيبنوا فيها إن شاء الله تاني تقع، قولوا أمين. بلاوي ساي عذاب وما لاقين يتزوجوا يبنوا للأموات يبنوا ليهم وساول لهم لمبة جوا كمان، ده ما قالوا بذاكر بالليل ساول لي لمبة ليه وتراب، بعد شوية الله يستر بيلقى النسمة مكيفات النسمة تلقاه جوا برضو ضاربة شغل تقديم مجوبك تحت مكيف ما بحلك، الله يدخلوك في عوامة تحت مكيف يدخلوك جوا في تلاية ما بتحلك، لكن إن الله داري نجي إن الله يريد نجاتك نجاك سبحانه وتعالى. الواجب على الناس أن يرجعوا إلى القرآن خاصة في التوحيد وفي غيره. يا أخي علموا الناس إنه الشيخ بيعلم الغيب، والله قوماك نزاور، ذا البرعي قال كذي في ديوار رياض الجنة ونور الدجنة: قوماك نزاور الأولي الأقطاب ليهم نشاور، منهم خفي الحال منهم مجاهر منهم عليم بالغيب باطن وظاهر. فكذا ترايح ما عارف الدرب، فكيف تاجر ما بجيب اي رايحة ولا بعرف لك الرايحة، ناس توحد الله تعالى. اسأل الله يا اخي اسأل الله برجع لك، وكان ما رجعت لك في الدنيا تلقاها في الاخرة. اشوف تلقى قصة يوسف عليه السلام يعقوب وتولى عنهم، يعقوب عليه السلام وتولى عنهم وقال: يا أسف على يوسف
وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما دي أداة حصر، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. بيشكو لمنه؟ إلى الله. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. في النهاية رجع له ولا ما رجع له؟ رجع له. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء، إلى آخر الآيات. فالله برجع لك، كان ما رجعت لك في الدنيا دي، تلقاه قدام، لكن تلجأ إلى الله تتوكل على الله. لا يرجعنا طوالي، تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. ما في شيخ بدي جنى كباشي كم أدى ولد، قالوا كذي ده البراي بكتاب علامة الطريق، قال كباشي كم أدى ولد في كل بلد كم حل عقد كباشي، يربط ويحل في كل محل كباشي، المتوكل لأمر يكل كباشي، من غير مس وتفل كم أدى طفل كباشي. في كباشي بدي طفل، وكباشي اللي أداه منه ذاته. كباشي ده مش كان يوم من الأيام طفل؟ هل أدى أهله منه؟ مش الله سبحانه وتعالى مش أغلي كباشي نساوين يركبن الركشات ومتعطرات ومزينات ويمشن للشيخ؟ أبوي الشيخ دار لي جنة، والله الذي لا إله غيره، في شيخ بدي جنة؟ يا مرة تلمي على بيتك، والله الكلام ده شرك وكفر بالله تعالى وخيابة، كفر وخيابة. يعني الله قال في القرآن لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. فالناس ترجع إلى القرآن في كل شيء، في العقيدة وفي الأخلاق وفي المعاملات وفي الأحكام وفي كل شيء. آخر شيء الاستشفاء بالقرآن، من خمسة الاستشفاء بالقرآن. القرآن ده تقرأه وتنفث في المريض، أو تقرأه وتنفث في موية وتشربه. استدل العلماء وبعض العلماء على هذا الأمر بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام قرأ ونفث في كفيه ومسح بهما ما استطاع من جسده. فتقرأ القرآن على نفسك أو على المريض تنفث فيه، أو تقرأ في موية تشربها، تقرأ الموية وتشربها، تقرأ وتنفث فيها وتشربها، مش تكتبها في لوح وتحط اللوح السكن، سكن فيه مرض تحطه في الموية وقول لك دي محاية، ولا تكتبها وقول لك دي بخرة، قول لك دي بخرة تتبخر بها. والله واحد سواق بتاع عربية ذكر لي منطقة أنا ما أقدر أذكرها، قال لي واحدة مشت مرة شابة جميلة، قالت عندها مشكلة وكذا وكذا وكذا، قال كتبوا لها ثلاثة بخرات، قال لها الصباح تمشي اللوضة ديك تتبخري فيها، اللوضة جوا فيها مجرم قاعد، والساعة كم تمشي اللوضة ديك، والساعة ستة تمشي اللوضة الفلانية، راجلة قاعد قال لا تمشي شيلي بخرات، أمرك أمرك مرقة طوالي بقى مارق بيها. الحمد لله دي تراها اتلحقت، إن شاء الله توب من عقائد المنحرفة. ما في بخرات، الصحابة ما عملوا بخرات ولا شربوا محايات، صحابة أبو بكر وعمر إلى آخره ما كانوا بيكتبوا في اللوح بالسكن وحطوه
واشربوه كلام. الآن أشياء جابوها الناس ما أنزل الله بها من سلطان، وتلقى بتاع المحايات والبخرات امرض امشي الدكتور حيرك ذاته، تمشي انت المسجد وين الشيخ ولقى الشيخ الليلة حاسي حاسي، يعني شنو يعني مريض؟ ها وجهه وين؟ الله يقول لك مشى ساهرون، وهو مشى ساهرون ونحن ساهروا بينا بإجابة. إذا أنت ما أركب رقش طوال ألحقه يرقدوك في سرير والشيخ يرقدوه في سرير، زي ما بيضعنوه يضعنوك ويضعنوه ويبلع في الحبوب، وانت باقي لك يجيبوك يشربوك المحايا، ولو فيها شفا كان شيء كان مشى الدكتور، انت ما تفكر بالراحه، وكان مشى الدكتور وبيريد الحقن هو ولا شنو عنده كاروشه ولا شنو ولا بيريد الحبوب، ما يشرب مويته دي مالية بزاغ مالية بلاوي والله وبخرات وكذا، يمرق لك في تايلاندا عشان علاج، ويجي رايع ويستقبلوه نزول الشيخ من الطيارة من الطائرة وركوب الشيخ إلى السيارة، ثم إنه أتى إلى منطقتي والحمد لله من رحلة علاجية استمرت لمدة كذا وكذا. والمحايات قاعدات البخرات قاعدات يدون للدراويش المساكين، يا ناس ده كله هوس كله باطل. قرآن ده تقراه وده فيه الشفاء، قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد.